اكيد شفتوا هاي الصوره من قبل، واذا ما شفتوها انا شفتها وما بعرف اصلا كيف ما شفتوها، لانه شوي بحطها بعيونكم. المهم انه شفت هذا الستايل كثير حبيته، كثير عجبني، كثير حبيت اعمل مثله، ف جبت نفس الشال اللي هي كانت لابسيته، وبس لبسته انا طلعت زي الختاري بالمسلسلات التركيه اللي بياكلوا بزر وبعدوا على الشارع وبعدوا بيحكوا على العالم. فاستشرت حدا فهمان واللي هو اكيد نفسي، وحكيت انه اذا جبت العوامل المحيطه بالصوره ممكن يطلع لي ستايل حلو علي. فالشال عندي، قميص ابيض عندي، وكانت لابسه كفوف سودا، ف جبت كفوف سودا، وضل الاشي الوحيد اللي هي كانت لابسيته واللي يعني كان المهم انه كانت لابسه نظارات. موقع اسمه اوليا، من قبل طلبت من عندي كمان، عندهم هو موقع ببيع نظارات شمسيه، نظارات مش شمسيه، نظريه، اي انواع نظارات. جبت اكثر نظارتين حسيتها قريبه للنظارات اللي هي كانت لابسيتها عشان نكمل اللوك، فخليني افرجيك. اول واحدة هيك بيجي الشكل، هي دائره بس مفعوصه هيك، يعني مش دائره ولا ما بعرف شو عم بحكي. المهم انه هيك شكلها النظارات الاولى، شايفين هذا اللي بتجسسوا بالمسلسلات؟ فهذا اول خيار عنا. خلينا افرجيكم الثانيه، لانه الثانيه تقريبا نفس الشكل بس غير شكل. هيك هذا الاشي هو مدور مدور، يعني غير اللي مدور هذا، يعني هذا مدور وهذا مدور، بس المدور هذا غير اللي مدور هذا. هاي هقرب من الصورة من هاي، هاي كتير قريبة للي كانت لبسيتها. هلا نظارات عنا، الشال عنا، والكفوف عنا، فاذا اللوك ما طلع ظابط بكون الموضوع خرج من ايدنا وفات بالايد الثانيه. ولا حياتي لمن تنادي. اكيد جبت لكم كود خصم اللي هو هذا، وراح احط لكم لينك بالبايو عندي كمان. روحوا عندي، عندي التشكيله شمسيه غير شمسيه، نظارات غير نظارات، عندي تشكيله واسعه. هاي اول نظره جربتها، وهذا اسمها اذا حبيتوها، وهاي تاني وحدة وهذا اسمها اذا حبيتوها. حتى عندي شغلة حلوة انكم فيكم تجربوها، بس تكبسوا على تراي اون اللي فوق. خليني افرجيكم، بتحطوا صورتكم هون وبتجربوها على وجهكم اذا مناسبة ولا لا. People think I'm obsessed with this, but I'm okay with it. I am obsessed with it. And I think this is an obsession that doesn't hurt anyone.